حبايبي، راح نرجع نعيدها مرة أخرى. الآن هسه صورة أمام بحر أمامكم، مو صحيح؟ تمام. هذه البحيرة اللي أمامكم راح تظهر بها عدد من الأسماك، لأن الأسماك تعيش بالمياه. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر. ظهر عندي الرقم 11، صار عندي 11 سمكة موجودة بهذه الجهة. زين، خلينا نجي على الجهة الثانية نشوف أيضا بها عدد من الأسماك، أيضا بها عدد من الأسماك، نحسبهم. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12 سمكة. صار عندي 12. إذا صار أنا عندي بالجهة هذه اليمنى صار عندي 11 سمكة، وبالجهة المقابلها صار عندي 12 سمكة. إحنا قلنا أكو التمساح يأكل الرقم الكبير، مو صحيح؟ حيظهر عندي التمساح يأكل الرقم الكبير. من أكل هذا التمساح؟ أكل الرقم 12. ليش؟ لأنه الأحد عشر هي أصغر من الاثنى عشر. قلنا هذه العلامة هي أصغر من، هذه العلامة هي أصغر من، عد الأحد عشر هي أصغر من الاثنى عشر. أحد عشر هي أصغر من الاثنى عشر. زين، نكمل شوف شنو عندي بعد بالبحيرة. عندي ضفادع، أيضا الضفادع تعيش في المياه. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر. صار عندي الأعداد 15، ظهرت أمامي العدد 15، 15، 15 ضفدع عندي بالجهة اليمنى. زين، هشوف الجهة الثانية كم ضفدع أمامي عندي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر. ظهر عندي الرقم 13، صار عندي الرقم 15، صار عندي العدد 13. منو الكبير بيهم؟ 15. إذن التمساح يأكل 15. عندي الرقم 15، مثل ما تأشر لكم هذه أكبر من 15، هي أكبر من 13. وقلنا حتى ما ننسى شبي دائما التمساح يكون فاتح فمه على الرقم الكبير، يأكل الرقم الكبير. تمام؟ لهنا أوكي؟ لهنا أوكي، فهمنا؟ تمام حبايبي؟ زين، إذا هسه أنا شنو كان عندي؟ صار كان عندي عدد من الأسماك، الأسماك شبيهة؟ الأسماك كانت عندي أعداد، عندي 11 و 12، التمساح أكل الرقم الكبير اللي هو ال 12. زين، الآن أنا عندي 15 وعندي 13، التمساح أكل الرقم الكبير اللي هو 15. تمام؟ زين، درسنا هو مقارنة الأعداد حتى 20. إحنا أخذنا علامة أكبر من وأصغر من، لكن أخذناه إلى العدد 9. تذكرون من حلين التمارين كان إلى العدد 9، الآن نفس الشيء أكبر وأصغر ويساوي، لكن إلى العدد 20. تمام؟ زين،
طلع الكتاب نفتح هذه الصفحة اللي هي صفحة أتوقع 44 مقارنة الأعداد حتى 20 مقارنة الأعداد حتى 20 حبايبي قايل هنا فقرة أتعلم أقارن أشيائي دائما إحنا أشياءنا نقارنها نشوف منو الكبير بيهم مثلا هسه هنا عنده مجموعة من المقطاطات عنده مجموعة من المساحات مجموعة من المساحات الصغيرة دائما يحسبهم اللي يشوف منو أكبر واحد بيهم المقطاطات لو المساحات زين هسه أنا هنا إيش عندي هنا أنا مثلا العدد 12 اللي بدي أشير لك عليه العدد 12 هذا العدد 12 الاثنى عشر هو أقل من الأربعة عشر أصغر مو صحيح فقلنا الاثنى عشر هي أصغر من الأربعة عشر بس إحنا قلنا حتى ما ننتبه شوفوا هذه العلامة شبيهة دائما الفم مفتوح على الرقم الكبير الأربعة عشر هي كبيرة فتح فمه على الرقم الكبير زين نجي على فقرة أتأكد أضع علامة صح على العدد الأكبر هذا التمرين محلول هو حاليا قايل لي عندي هنا مجموعة من السيارات عندي 11 وعندي 5 الأحد عشر هي أكبر من الخمسة لذلك حطينا علامة صح على الرقم 11 زين قايل لي أضع علامة صح رح أشر لك تحلوا لي أضع علامة صح على العدد الأصغر عندي هنا 15 وعندي 13 من الصغير يلا يا إيلين صوتي 13 حبيبتي صباح الخير صباح النور شلونك يا حلوة زينة إن شاء الله زينة يلا يا إيلين من الأصغر 13 لو 15 13 ممتاز يا إيلين 13 أجيب القلم الرصاص مالتي وش أسوي أضع علامة صح على الرقم 13 أضع علامة صح على الرقم 13 ممتاز يا إيلين زين قايل لي رقم 3 التدريب أريد لي أحوط الكلمة الصحيحة الكلمة الصحيحة أحط عليها دائرة أحوطها تمام الأربعة عشر ويا الثلاثة عشر هي أكبر من لو أصغر من لو يساوي يلا يا زهراء شونج زوزو شونج الأربعة عشر فيها أكبر من الثلاثة عشر لو أصغر من الثلاثة عشر لو تساويها أكبر ممتاز الأربعة عشر الكلمة الأولى هي أكبر من هحط عليها دائرة أكبر من الثلاثة عشر الأربعة عشر أكبر من الثلاثة عشر ممتاز يا زهراء زين الآن عندي أيضا هنا حاط العدد 15 والعدد 15 إحنا قلنا إذا الأعداد متساوية نفس العدد هو علامة يساوي لكن ايضا حلو بمشاركتكم يلا يا ياسين ياسين صباح الخير صباح الانوار والامور شلونك حبيبي زين ان شاء الله زين ياسين عندي العدد 15 والعدد الآخر أيضا 15 إيش بيهم 15 وين 15 15 وين 15 إيش بيهم ياسين يساوي 15 مع 15 هي يساوي أحسنت إذن أضع دائرة على كلمة يساوي الخمسة عشر هي تساوي الخمسة عشر أحسنت يا ياسين عندي الخمسة عشر مساوية للخمسة عشر تمام نكمل فقرة أحل قلنا فقرة أتحدث تم إلغاؤها إلغت فقرة أتحدث نكمل الفقرة اللي بعدها اللي هي فقرة أحل
اجعليها أضع الرمز أكبر من لو أصغر من لو يساوي تمام في المثال عندي أنا هنا 14 عصفور وعندي 17 من الفراولة باعوا قلنا وين يفتح فمه؟ يفتح فمه على الرقم الكبير أكل الرقم الكبير اللي هو 17 زين إذا عندي أنا 6 و11 عندي 6 و11 منو الكبير؟ المن حياكل؟ يلا يا علي نعم شانسي حبيبي صباح الخير نعم شانسي صباح النور يلا علاوي عندي الرقم 6 والرقم 11 منو الكبير بيهم؟ الرقم هاي فوق 6 أم 11؟ ماذا؟ من الرقم الأكبر 6 أو 11؟ 6 أو 11؟ الأحد عشر ممتاز يعني وين حيفتح فمه؟ على الستة على الستة لو على الأحد عشر على الأحد عشر ممتاز يفتح فمه على الأحد عشر لأن هو يأكل الرقم الكبير شانسي نعم حبيبي أنا مريض بسم الله عليك ده حسيت بيك مريض ماما صحة وعافية إن شاء الله حبيبي شكرا شانسي شكرا شانسي إن شاء الله حياتي مشافاه ان شاء الله حبيبي علاوي ماما عندنا 6 والأحد عشر الأحد عشر هي الكبيرة فحيفتح فمه على الرقم الكبير اللي هو 11 زين عندي 14 و14 شبيهم يلا يا سارة صح صحي ويانا حياتي يلا سوسو حبيبتي صباح الخير صباح النور يلا يا سارة عندي الرقم 14 ويا 14 شبيهم هذه أرقام 14 مع 14 يساوي ممتاز يساوي 14 مع 14 يساوي 14 مع 14 هي علامة يساوي أحسنتي يا سارة زين عندي الرقم 9 والرقم 19 9 19 زين منو الكبير بيهم؟ التسعة أم التسعة عشر؟ يلا يلا إيلين نعم سامسي حبيبتي منو الكبير؟ التسعة أم التسعة عشر؟ التسعة عشر ممتاز التسعة عشر يعني العلامة راح تفتح فمها وين؟ على التسعة لو على التسعة عشر؟ تسعة عشر تسعة عشر ممتاز يا إيلين 19 شبيهة هي أكبر إذن التسعة هي أصغر من 19 ممتاز يا إيلين عندي 13 والأحد عشر يلا يا زهراء نعم شانسي يلا زوزو عندي 13 وأحد عشر منو بيهم الكبير؟ الثلاثة عشر هي أكبر من الأحد عشر يعني وين حيفتح فمه؟ على الكبير لو على الصغير؟ على الكبير على الكبير الثلاثة عشر هي أكبر من الأحد عشر ممتاز يا زهراء زين عندي الرقم 7 و18 عندي 7 و18 منو بيهم الكبير؟ 7 أم 18؟ 7 أم 18؟ يلا ياسين ثمانتاش 18 هي أكبر إذا من يفتح فمه؟ يفتح فمه وين على يا جهة؟ على الكبير لو على الصغير ياسين الأصغر يفتح فمه على الكبير لو على الصغير الصغير على
الكبير ياسين، قلنا التمساح من ياكل؟ ياكل الاشياء الكبيره. اكيد. عندي السبعه والثمانيه عشر، هو شنو اكل؟ اكل الثمانيه عشر، لان الثمانيه عشر هي اكبر. شكرا ياسين. يلا يلا يا يوسف. I'm so sick. يويو صباح الخير. صباح النور. ليش اليوم متأخر يوسف؟ كان سمو احنا ما ندري انت داز اللابط. ها ما شفته؟ لا ما شفنا. يلا ما يخالف ما صار شيء. يلا يوسف حبيبي، عندي هنا الرقم 20 وعندي 18. احنا دائما قلنا التمساح لمن ياكل؟ يا رقم الكبير لو الصغير؟ الكبير. الكبير، منو الكبير، العشرون أم الثمانية عشر؟ العشرون. ممتاز، حيأكل العشرون لأن هو العشرون هو الرقم الكبير. أحسنت يا يوسف. شكرا شانسي. شكرا لك حبيبي. أستعمل خط الأعداد وأكتب. عندي هذا خط الأعداد مثل ما نشوف أمامنا. هنا أنا بادينا خط الأعداد من الصفر إلى العدد 15، قايل لي أكتب عدداً أكبر من العشرة. أنا هياتها العشرة، من الأكبر من العشرة؟ نقدر نكتبه هنا بالمربع، من أكبر من العشرة؟ من أكبر من العشرة نقدر نكتبه ويانا بالمربع؟ يلا يا علي. نعم ساسي. علاوي، طيني عدد أكبر من العشرة. مثلاً 20. صحيح هو 20، ممتاز، لكن هو يريد لك بس هنا بخط الأعداد العدد 15. علاوي. ها اختار رقم. 15. 15، 15 هي أكبر من العشرة. ممتاز يا علاوي، 15 هي أكبر من العشرة وحلك صحيح. زين، أريد عدد أصغر من 15، أريد أصغر من 15، من هو الأصغر من 15؟ يلا يا سارة. سارة ماما افتحي لي الصوت حبيبتي. يلا يا سارة. نعم ساسي. اعطيني عدد أصغر من 15. الحية 14. الأربعة عشر، ممتاز، العدد 14 هو أصغر من 15، هو أصغر من 15، ممتاز يا سارة. شكرا لك حبيبتي. حبايبي هي هاي التمارين اللي مطلوبة من عندنا، لكن بما أنه يوسف انضم لنا بوقت متأخر وعلاوي أيضا مو من البداية، قبل هذه التمارين بس أعيد لكم إياها إعادة سريعة. اللي هي أول فقرة اللي هي أهم شيء. بس نمسح اللوحة. يلا يلا يوسف وعلي، لأن كنتم ويانا ماما. حبايبي أنا عندي هنا، عندي مياه، هذه المياه هي أعماق بحار. إحنا البحار طبعاً شنو تعيش بها الكثير من الكائنات الحية. زين، الآن شنو ده يظهر عندي بهذا البحار؟ تظهر عندي عدد من الأسماك. تظهر عندي عدد من الأسماك، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر. صار عندي أحد عشر سمكة موجودة بهذه المياه. ظهر عندي العدد أحد عشر، ظهر عندي العدد أحد عشر. زين،
بالجهة المقابلية أيضاً حتظهر عندي أسماك وأقارن بيناتهم، لأن هو درسنا هو اسمه مقارنة الأعداد، أقارن بين العددين. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنا عشر سمكة. ظهر عندي العدد اثنا عشر. إذن أنا أقارن الأعداد منه، أقارن العدد أحد عشر ويا العدد اثنا عشر. منو بهم الكبير؟ الاثنا عشر هي أكبر، إذن حيظهر عندي التمساح يأكل الرقم الكبير اللي هو اثنا عشر. حيظهر عندي التمساح يأكل الرقم الكبير، فأكل عندي الاثنا عشر. زين، إذا صار عندي العدد أحد عشر هو أصغر من الاثنا عشر. زين، أيضا الضفادع تسبح بالمياه. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر. صار عندي خمسة عشر من الضفادع، صار عندي العدد خمسة عشر، صار عندي العدد خمسة عشر. بالجهة المقابلية أيضا عندي عدد مين من الضفادع، علاوي خليك وياي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر. ظهر عندي العدد ثلاثة عشر. عندي الخمسة عشر شبيهة هي الكبيرة، والثلاثة عشر هي الصغيرة. إذن التمساح يأكل الرقم الكبير، حيأكل الرقم خمسة عشر، حيأكل الرقم الكبير اللي هو خمسة عشر. التمساح أكل الرقم الكبير، فصارت عندي العدد خمسة عشر هو أكبر من الثلاثة عشر. وكانت هذه موضوعنا اللي هو مقارنة الأعداد حتى عشرون. قارنا أشياءنا، حلينا فقرة أتأكد، فقرة أتحدث تم إلغاؤها. عندي حلينا فقرة أحل، فقرة أفكر أيضا اللغات. عندنا كتاب تمرينات الغير ملون بتمرينات تخص هذه المقارنة، تحلوا لي إياها ماما، تمام؟ تحلوها الدفتر الكتاب، عفوا ما ملون، كتاب التمرينات مع الرياضيات النشاط. هذا كان ما يخص درسنا لهذا اليوم. باكر إن شاء الله.